المدارس الارشاديه مهمه جدا لانها بمثابه يعني ميثاق او مرجع، مرجع اكيد ويعني وقوي جدا لجميع الاطباء المصريين اللي بيشتغلوا مسالك بوليه، ومرجع يعتمد عليه الطبيب والمريض كمان، لان المريض برضو لما يرجع لحاجه زي دي يبقى عارف ايه الحاجه اللي بتتعمل له صح ولا غلط. الطبيب عنده كل المرجعيه لكل التشخيصات والعلاجات لجميع فروع المسالك البوليه. كان في السابق بيتم الاحتكام الى قواعد هامشيه، ولكل طبيب ان يحكم كما تعلم او كما يمليه ضميره او كما، ولكن ليس يكون قاعده ثابته يتم الحكم عليها. هذا بيضفي كمان الى ظهور الجديد من الابحاث الطبيه، الثقه في الخدمه الطبيه التي ستقدم للمريض، فتح افاق المستقبل لابحاث جديده، عمليه تقييم الالات الطبيه المتاحه وتقييم الادويه الجديده حين استخدامها. احنا فيما يخص جراحه المسالك البوليه وفروعها اخذنا المبادره وبدانا بعمل دلائل استرشاديه. دلائل استرشاديه يعني دي اللي تقول في الحاله المرضيه يعني الفلانيه او الحاله المرضيه الوضع الفلاني نقدر نعمل له ايه، الطبيب يقدر يعمل له ايه لصالح المريض بشكل امن وبشكل فعال، ما هي الوسائل التشخيص، وسائل العلاج سواء كان علاج طبي او كان علاج جراحي او غيره. فالدلائل الاسترشاديه زي ما نقول كده زي مرجعيات للتشخيص وعلاج الامراض. الدلائل الاسترشاديه دي يمكن النسخه الثانيه منها او الطبعه الثانيه، والحقيقه احنا جروب كبير قوي اتقسم لسكاشن او اكتر من جروب، يعني كل جروب واخد تخصص معين جوه تخصص المسالك البوليه، فهي هامه جدا بالنسبه للمواطن وبالنسبه للاطباء، لان احنا بالنسبه للاطباء وبالذات الجونيورز او اللي هم لسه ان شاء الله يعني جايين في الطريق، دي الدلائل تقول لهم هيعملوا ايه ويشتغلوا ازاي في حاجات معينه، بحيث ان هو يعرف لما يجي يطبق الشغل ده على اي مريض يبقى هو بيطبق بالاسس المظبوطه الصح اللي متعارف عليها دوليا والتي تخص مصر تحديدا ويمكن الوطن العربي كمان على وجه العموم او الاقليمي. يعني احنا كلنا كنا بنسمع عن اليوروبيان جايد لاينز وعن الامريكان جايد لاينز، اللي بيحصل النهارده ده تطور عظيم في مجال الطب في مصر، يعني ان يكون عندك دلائل استرشاديه كل المصريين وكل الدكاتره بتوع المسالك فور اكزامبل، اللي انا بتكلم على الجزء اللي يخصني في الموضوع، يبقى عندك دلائل استرشاديه كل المصريين بيمشوا وراها، مفيش حد بقى عنده الاوبشنز اللي هو يفتي في الطب الحقيقه، لان احنا عندنا المصريين بيفتوا في كل حاجه حتى في الطب الحقيقه. فدلوقتي بقى عندنا جايد لاينز كل دكاتره الصغيرين والكبار بيمشوا وراها، يعني يبقوا عارفين، وبعدين الموضوع من اكبر دكاتره المسالك في مصر.